ما فماش منطقة تحالفات والخصوم في القانون، هاي مؤسسات تسير يا بسيطة. العام قداش نقدر نعاودوها من مرة هذه ملي دخلنا، تأجل الجلسة وفقا لمسائل معينة، كل طرف يتحمل المسؤولية نتاعه. عندنا جلسة عامة من غدوة تحدث ويجي الناس وتحضر ويتابع وسائل الإعلام، هكا الديمقراطية مش بيوت مغلقة. ومرة جاية ما لا تنقلوا قرار حكيم تأخذ السيد رشد الغنوشي من بيته، وكها وما دام في الحكمه وفي نهايه الامر من يحتكر المصلحه الوطنيه ومن يحتكر هذه الحكمه؟ حتى انا حكيم، اعطيوني اخويا السلطه في جمعتين جمعتين على الاقل نقسمها في تونس، هي مزرعه مزرعه كل واحد ياخذ الباي نتاعو. يعني شوف غير المنطقي وغير مقبول. تو هذه الديمقراطيه الفريده من نوعها جنوب المتوسط، وقتاش باش تولي عندها عقل معناتها نتاع تسيير المؤسسات؟ فهموا السيد راك سير جماعه معينه بمنطق معين، راهي الدوله عندها اليات اخرى، عندها تفاصيل، عندها يعني من اتخذ مصدقين. هذا القرار زياد غني اتخذته الأغلبية التي اتخذته الأغلبية حسب الرواية وانتم ممثلين في مكتب المجلس، مكتب المجلس. السيد مدير الديوان يبعث بورقة سفيان توبال وهو يطرح على التصويت، طرح الموضوع على التصويت ما عنده حتى معنى. شو أنا تو أنا نايب لا سمحني، فمن الناس تجي من جهات مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، وفما شكون يجي حتى من الخارج في الواقع من نوع هذا يجي باش يحضر في جلسة عامة ويعبر عن رأيه يوصل. أنت تقوم مقام هذا النائب اللي من المفروض غدوة يستنى في جلسة عامة وعنده تصورات ويحب يقنع بها الرأي العام باش يجي في غرفة معينة وتصبح أنت تسير في المجلس، تي مهزلة هذه. قول يا أخي غدوة ما هو احنا انتخاب محكمة دستورية، قول يا أخي هذا نعبر عليه، رؤساء الكتل تعبر، كل واحد يعبر عن رأيه في جلسة عامة والجميع يتابع ويقول هاو على شنو السبب اللي ما صوتناش. وفي المناسبة لازم يقول لنا زاد أقل تونس شنو سبب مقاطعته للقانون الأساسي اللي هو يخص اتفاقية معناتها اتفاقية جنيف معناتها العمل من 2005، وشنو السبب اللي هو غادر، وشنو السبب اللي خلينا احنا نصوتوا معناتها نحاولوا نصوتوا في نهاية الأمر يكون موجود في القاعة كان 103. ايش يقولوا للناس تحبوا تغطيوا الصوره وتبانوا انتم معناتها متمسكين وحزام سياسي وحسابات، اوكي سي دي بون غير كما يقول الفرنساوي، لكن عملها على قواعدها، تغطي على وزيد تغطي معناتها على مشاكلك في الحزام السياسي اليوم اللي موجوده واللي هي مربوطه بموضوع. انا ما نحبش نتكلم على السنتهم اصدقائي في قلب تونس، لكن ربما اللي تفهم منه مربوطه بمسار قضائي لملف اخر، معناتها احنا مسار قضائي رد الفعل في مجلس النواب. مع علاقة القضاء والمسار القضائي بمسألة المحكمة الدستورية والجلسة العامة اللي كانت مرتقبة اليوم، شفت كيفاش نفس العلاقة متاع اللي صار نهار الأربعاء. نهار الأربعاء فما كتلة معينة قاطعت معناتها الجلسة العامة نهائيا بدون أن تصدر موقف، وغريب أنه كتلة سياسية تقاطع جلسة عامة وما نعرفوش علاش. كان غضبانة هي امرأة مع رجلها تقول معناها شو سبب وتفس، يعني غير المنطقي اللي خلطنا له بالحق معناتها في وسط هالحزام السياسي والتركيبات وتتغير في كل لحظة. بالمناسبة مش تغير الأول، هو تغير قديم، لأنه هذوما ناس 6 سنوات ما يحبوش يعملوا المحكمة الدستورية. قلب تونس يقول لك ما عنديش مسؤولية، أنا جيت في 2019 تيلي عاد. هذا كان عبر عليه تيلي عاد. أنا نشطح فوق الأعناق في 2014 عادة في حملة خليجي قدس سبسي قلب تونس أسامة الخليفي نفسه ليه عادتو. أنا المرة الجاية كل موندا نعمل تاو طيار ديمقراطي نبدل بسكليت ردة موتور ويقولوا لي معناتها في 2024 أنا ما نتحملش المسؤولية. منعيشوا مع بعضنا عندنا مدة، ما جيناش تاو بيدو أسامة الخليفي سيد نبيل القروي سفيان توبال شكون كانوا ما نعرفوش نسيت. أنا ظهري كان حسب ما نتذكر كان رئيس كتلة نداء تونس، ذا كان ما خلنيش الذاكرة تاو موجود في قلب تونس، وبرشا مدام سامح دمك مثلا واسامي اخرى. تي شنو عاده واحد يبدل باتين السيد هذاك يردوا فهد المره الجايه في 2024 يقول لك انا زاد ما نتحملش المسؤوليه، مش هذا المفروض العمليه السياسيه. الجميع يتحمل المسؤوليه، ومن يتحمل اساس المسؤوليه هي منظومه 14 19 والذي كونوا فيها اغلبيه وقرطاج واحد وقرطاج اثنين 166 167 صوت. هذا المسؤوليه السياسيه شنو تقتضي؟ مش باهي تبرع بالمعنى هذا. تي احنا بثلاثه نواب ونقول انه معناتها كنا جزء من ذلك المشهد وسعينا ودفعنا الى اخره.